نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل فهد سلطان. لا تخلو الحياة من منغصات ووقوع في الشرور، كما لا يتوقف الشيطان لحظة واحدة أن يحرج بين الناس ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، إلى اللحظة التي يصل فيها الناس حد التدابر والتنافر والاختلاف، وقد يتطور الأمر نحو الصراع وسفك الدماء. يضعف الإنسان أمام نفسه فيقع في الذنوب والمعاصي لا محالة، وأمام هذا القصور والضعف الملازم للإنسان ذاته يفتح الله أمام العبد باب التوبة الذي لا يغلق ما دام في الروح نفس. وتتوقف آيات كثيرة من القرآن الكريم أمام هذا المعنى، فيقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكما فتح الله باب التوبة للعبد فيما بينه وبين عباده، فإنه قد فتح باب الصفح والتسامح بين العباد فيما بينهم، فحث على الصفح ورغب فيه وأجزل المثوبة لمن يبادر ويعفو. بل إن آيات القرآن الكريم تضع قواعد كبيرة في هذا الجانب: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهنا يمثل شهر رمضان المبارك فرصة أمام المسلمين للصفح والعفو وطي الماضي بكل ما فيه وبدء حياة جديدة وابتغاء الأجر من الله. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكما حثت كثير من الآيات عن الصفح والعفو، فقد كان للسنة النبوية دور آخر في تعزيز هذا المفهوم وتجذيره بين المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فقد قرن الخيرية بالذي يغالب غيظه ويبادر على الصفح وكسر الحواجز مع خصمه، فيعيد العلاقة إلى سابق عهدها.